أصدقائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل، ونقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديك. قبل ما نبدأ عايزين نفكر في ذهننا في الله سبحانه وتعالى والملائكة العلى، نستحضرهم معانا، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ينور عقولنا وقلوبنا في قول الحقيقة وفي وصولنا الى الحقيقة دي. اهم شيء عندما نتوصل الى الحقيقة فالحقيقة تحررنا. ادعو للجميع وادعو للعالم العربي بالنور والسلام والمحبة، وادعو لكل الاصدقاء ان ربنا يجيب لهم طاقات جميلة ممتازة ويبعد عنهم اي طاقات سالبة، وان شاء الله ملائكتهم الحارسة تشتغل وتحميهم من اي سوء وتحمينا من اي سوء. اشكركم. هنكمل مع بعض. النهاردة هنتكلم عن كلاوديو مرة تانية، والتخاطب مع كلاوديو، والنهاردة بعنوان كلاوديو صديق حميم للجي سي سي اللي هي جروب دي كومونيكاسيون سبيريتا، يعني مجموعة الاتصالات الروحانية. فهو أصبح شخص ودود، شخص جزء من المجموعة الروحانية اللي بتعمل الاتصالات، بقى صديق لهم جدا وحبيب لهم جدا. فهم بيحبوا يسألوه هل هو بيحب يعني المجموعة، هل هو يتعرف عليهم الحاجات دي، وعايزين يعرفوا منه أسئلة وقد ايه هيفضل معاهم، لانه بيحسوا برضو بوحشة ليه من فترة لفترة، لانه انسان ممتاز جدا ولبق ودمه خفيف برضو، بيهون يعني وبيشرح حاجات كتيرة لنا. يعني قبل ما ابدا الاسئله بتاعته من السؤال 523، الكلب بتاعتنا دايما معلش خده معايا. قبل ما نبدا السؤال انا احب برضو هنعمل يمكن فيديو بعد كده اسمه خدعوك وقالوا ان الغابات الامازون تحترق. الغابات الامازون بخير ولا تحترق بالطريقه اللي وزعوها علينا، وزعوها على العالم كله، وجميع الناس ابتدت تنشر صور من بدون الامازون من اماكن اخرى، واخبار كتيرة جدا، والناس بتحب بان المصايب يعني، فبقوا يوزعوا العمليات دي على ناس كتيرة جدا، بحيث ان الناس ابتدت تصدق. والجي 7 لما اجتمعوا مع عم ماكرون ده بقى في نص هدومه رئيس فرنسا، لانه هو نفسه استعمل صور خاطئه من اعوام سابقه من سنه 1889 ومن 1989، واستعمل صور من مصور توفى سنه 2003 زي ما احنا بنقول. الامازون بخير، كل سنه بيحصل فيها حرائق، دي حاجه عاديه جدا، الاوراق اللي بتقع وكده والناس بتطفي دي وكده، ولازم تولع يعني، دي ما فيهاش كلام يعني. السنة اللي فاتت سنة 2018 وسنة 2017 كانت سنين فيها أمطار غزيرة جدا 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 فوق المستوى، فأصبح إن نسبة الحريق طبعا كانت قليلة جدا جدا. فنلاقي الناس اللي هم السياسيين اللي هم أغراض في دماغهم يعني ابتدوا يقولوا إن نسبة الحرائق السنة دي أعلى ب 82% من السنة اللي فاتت. طبعا لان ب 80% من السنه اللي فاتت، لان السنه اللي فاتت نزل اعداد الحريق لاقل من نص، واخد بالك، كان اقل نسبه من الحرائق السنه اللي فاتت لان المطر ساعد جدا جدا، لكن في نفس الوقت ساب المواد اللي في الغابات تتراكم فوق بعضيها وتعمل غازات، ومن السهوله جدا انها تشتعل يعني، علشان تتخلص الغابه نفسها وتتخلص من المواد الغير فيها. بعدين هحكي لكم يعني على حكاية فرنسا وازاي استولد على جزء من البرازيل اللي هو جويانيا دي، وتهرب منه الذهب والالماس فلهم غرض يعني ان هم يستولوا على بيت الامازون جامد يعني، حطوا فيها 100,000، مش فرنسا لوحدها، دول كتيرة وناس كتيرة حطوا 100,000 منظمة بيقولوا ان هم بيحموا الامازون، هم بيسرقوها
وبيهربوا الحاجات عن طريق الجزء الفرنسي اللي هو جوايانيا الفرنسية طبعا. وفرنسا استعملت الجزيرة الجزء اللي هم استولوا عليه ده عشان يعملوا اللي بيقولوا ان هم بيحموا البيئة، علشان يعملوا اختبارات نووية، وأجروا 193 اختبار نووي من سنة 1966 لحد 1996، 20 سنة اختبارات نووية، واللي وقفتهم الولايات المتحدة. والنهاردة نسبة الإشعاع النووي في المنطقة 500 ضعف أكتر من المسموح به العالمي يعني، وفي ناس كتير اللي عايشين في المنطقة بيتصابوا بالسرطان. دي اللي بيحبوا يحموا البيئة يعني، هم اللي بيساعدوا في قطع الأشجار وسرقة الغابات وسرقة الحيوانات وسرقة المواد الموجود فيها، وبيضحكوا على الهنود. فدي موضوع سياسي هحكي لكم عليه بالتفصيل طبعا، أنا هنا وعارف الحاجات دي بالتفصيل الممل يعني. لكن الغابة عادي جدا نسبة الاشتعال فيها مش بالمنظر اللي انتوا بتفهموه ده، وحتى أقل كتير جدا جدا من أعوام سابقة، يعني أقل من 2016 وأقل من 2015. فالغابة مش هتولع ما تخافوش يعني. ماشي، هنروح بقى لكلاوديو وهو صديق حميم للمجموعة الاتصال الروحاني بالمركز الروحاني في بتروبلس ريو دي جانيرو. وسؤال 523 بيسألوه: هل تحب أن تبقى هنا؟ يعني أنت بتحب تبقى معانا هنا في المكان؟ فبيجاوب بيقول: أحب أيام الاجتماعات. أيام الاجتماعات بيحبها جدا، لأنه لو جه والمركز مقفول ما مش هيسعد بيه طبعا. أشعر بوحشة أو أفتقدكم، يعني بيفتقدهم يعني، عايز يرجع. بيحب الاجتماعات لأن الناس هناك بتقابله بطريقة ممتازة، وبيعاملوه بطريقة ممتازة، وبيتكلموا معاه بطريقة كويسة، فهو بيحب الاجتماعات جدا يعني، وبيفهم منها حاجات بعد يعني. هو بينقل لنا أخبار، وفي نفس الوقت هو بياخد إيه معلومات يعني. السؤال 524: هل تعرفت على كل الأشخاص في المجموعة؟ أنت بتعرف كل اللي كلنا بتعرفنا كلنا؟ فبيقول: نعم، أنا دائما أشترك معكم. بما إنه بيشترك فهو عارف الأسامي وعارف كل واحد ومين هو. تمام يعني. بيسألوه سؤال 525: هل ذهبت إلى منازلنا؟ رحت البيوت بتاعتنا؟ نعم، بعدها برضو تابع الناس وراح بيتهم. حب استطلاع برضو. 526: عندنا الانطباع أنك ستكون جزء من عملنا هنا ولمدة طويلة، وهذا يجعلنا سعداء أو نشعر بسعادة يعني. فبيقول: بالطبع أكيد، أنا أحبكم جميعا وأحب أن أبقى هنا. إيه الحب ده؟ كلمة حب يعني محبة يعني. أقول لك إيه، في اللغة الإنجليزية كلمة لايك، بيقول I like you كأصدقاء يعني، بحبك محبة أصدقاء يعني. وفي كلمة I love you، أدي بقى حب يعني. فدايما اللي هما بيستعملوا هنا بيستعمل زي I like you، فالمحبة لايك بتختلف عن لاف، خد بالك. تختلف كتير يعني، حتى بتستعمل في الاكل مثلا، اي لايك فيش مثلا، بحب السمك مثلا، لكن مش بحب السمك بقى يقعد يبوس فيه بس. السؤال 527: هل يمكنك ان تظهر نفسك؟ ممكن انت تظهر لنا نفسك كده عشان كل الناس تشوفك يعني؟ وبيقول: نعم، إيمانويل أخبرني إني ممكن أن أظهر نفسي، ويمكن للناس أن تراني، ممكن أظهر نفسي يعني. سؤال 528: طب ليه ما طب عايزين نشوفك. وهل يراك أحد هنا أو أي حد هنا يستطيع رؤيتك الآن من المجموعة؟ نعم، بعضهم يراني. الأرواح دي في ناس وسطاء في دبان عادي، في ناس وسطاء وسطاء رؤية، فهو قاعد يشوف أرواح حواليه. دي طبعا بالنسبة لنا شيء رهيب جدا، أنا شخصيا مش عايز أقعد وأنا قاعد أشوف أرواح قدامي وورايا وجنبي، دي مشاكل دي ماشي. لكن في ناس وسطاء رؤية بيقدروا يشوفوا الأرواح، لكن في وسطاء آخرين عن طريق التخاطر وعن طريق السمع
هندرس برضو مع بعض انواع الايه الوساطه لما يجي في كتاب الارواح يعني. فهو بيقول ايه، نعم بعضهم يراني، هنا يراني، ومن يراني ايضا ام وسيتي، الوسيط اللي هو بيتصل معاه ام والدته يعني، عندما اذهب لزيارات المنزل فهي تراني، احيانا احاول ان اختبئ منها. فام الوسيط بتاعه اول ما هو يروح البيت هي بتقدر تشوفه عادي جدا، فهو بيحاول يستخبى منها يعني. 529، ما الذي نحتاجه لكي نراك؟ هل يجب ان نكون على توافق معك، يعني تكون على انسجام مع حضرتك كده، واخد بالك؟ فهو ايه اللي احنا محتاجينه كناس ما بتقدرش تشوف، ان هم عايزين يشوفوك يعني. يقول لا تحتاج توافق او معرفة سابقة، تحتاجون فقط ان تكونوا على نفس موجات التردد اللي هي السنتونية. طبعا في ناس بتتعلم الموضوع ده وبيبقوا على السنتونية وبيشوفوا الارواح دي، انا واحد من الناس، بقول لك شكرا، خليكم انتوا في مكانكم وانا في مكاني، مش عايز اشوفكم يعني. يمكن وانا طلبت من المركز الروحاني يعني، قلت لهم يا جدعان انا ممكن ايه ادرس، ممكن ادرس، لكن مش عايز اتعامل مع الارواح، شفت كتير ومش عايز اشوف يعني. فعملوا لي عمليه فصل يعني، والحمد لله النهارده ما بشوفش ارواح ولا بيجوني في المنام ولا الكلام ده يعني. لكن بيشتغل في الموضوع ده ممكن يتقلق نفسيا جامد يعني من الارواح، وبيزنوا عليه جامد، الكل عايز مساعده وكده. ففي ناس كتير بتساعد، فانا مش محتاجيني يعني. يمكن انا المهمه بتاعتي ان انا ادرس الارواحيه، اتعلمها وادرسها، لكن اللي عايز اي حاجه روحانيه مع المجموعات الروحانيه، مع المراكز الروحانيه، انا ما اقدرش ايه، انا لست وسيط ولا عايز ابقى وسيط ولا عايز اشوف، ماشي، ولا عايزهم معايا يعني. السؤال 530، ولماذا انت تتحرك كثيرا؟ يعني بيتحرك من مكان لمكان لمكان لمكان، اكيد حد كان شايفه وشايفه هو مش هادي يعني، مش قاعد على بعض زي ما بيقولوا. فالإجابة بيقول نعم، عندي مشكلة في شيء ما بيتلاعب في خصري، لا أعرف ماذا، مش عارف هو إيه. كان في عندنا حاجة زمان طبعا الناس الجداد ما يعرفوهاش، اسمها البيب، زي ما يكون فايبر كده، كان بيتحط في الجيب قبل ما اخترعوا الموبايلات يعني. فكان الواحد يتصل بالبيب داون، والبيب ده كان بيزن كده ويوري رقم التليفون، فالانسان كان بيسيب الاجتماع ويخرج ويتصل بقى من التليفون باللي ارسل له البيب ده. فالبيب ده بيزن، بيعمل ايه، عملية فايبريشن كده، اهتزازات يعني. فكان بقى في واحد من البيب دولة، في طبعا الكلام ده سنة 2003 يعني، فكان في واحد من البوب ده، من البيب ده او الجرس ده، او هما بيسموه بيب بيب يعني، بيب بيب. كان موجود في جيب الوسيط، فكل ما يحس هو يحس بالهزز ده، هي دي المشكلة. فبيقولوا له يعني في 5 530، ولذلك انا شرحت الاول يعني، البيب تبع الوسيط، تبع الوسيط تبعك، البيب بتاع الوسيط يعني. فبيقول لهم ايه، هل يمكنكم اخراجه من فضلك، شيلوه من جيبه يعني. كلاوديو، اوضح لنا الان شيء ما، بيسألوه بس سؤال 532، وضح لنا شيء ما. ما من يهرش، انت ولا الوسيط يعني؟ بيشوفوا بيهرش، يشوفوا الوسيط بيهرش، طب مين اللي بيهرش فيكم يعني؟ يقول انا كلاوديو، نحن نشعر كل شيء، انا والوسيط بنشعر كل شيء، الم تروا اني شعرت بالبيب، ان انا حسيت بالبيب بتاعه. فالاتصال بتاع مع الوسيط بيبقى اتصال كامل يعني، اللي بيشعر بيه واحد منهم التاني بيشعر بيه في نفس الوقت يعني، حتى الاجهزة. شوف ازاي بقى. السؤال 533، احكي لنا عن اخونا الوسيط الذي يعمل معك، قول لنا بقى على الوسيط الذي يعمل معك. والوسيط اسمه انجيلا كوتينيو عطورة، اي الكتابة هو اسمه كولونيا فلوريسي انجيلا
انجيلا كوتينيو ماشي، هي ست يعني. واللي اشرف على الموضوع ده ايمانويل ماشي. فانجيلا كوتينيو هي الوسيطه اللي كانت بتشتغل مع كلاوديو يعني. احكي لنا عن اخونا الوسيط، لاني اخ او اخت اخوان يعني، اختنا الوسيطه يمكن يعني الذي يعمل معك. هو يختزن الكثير من الطاقه، واخد بالك، كي استطيع ان اتكلم معه، ولكن يستطيع ان يشترك في ولكي يستطيع ان يشترك في كل الاجتماعات. هو لا يرتاح، لكن انا احب كثيرا طاقته، ولكنه لا يعلم ذلك. سمعت ايمانويل يتحدث في شيء عن هذا الموضوع. بنلاقي الوسيط او الوسيطة، ما فيش حاجة اسمها وسيط ذكر وسيط انثى، الاتنين اسمهم ميديو يعني ميديوم. الميديوم ده سواء ذكر او انثى نفس الاسم يعني. فالميديوم، ولذلك تلاقيه بيتكلم في صيغة انا، او انا بتكلم في صيغة المذكر، لكن الوسيط وسيطة. بالعربي ممكن نقول وسيط وسيطة، لكن باللغة بتاعتنا فقط بنقوله ميديوم. ميديوم، فالميديوم دي بتاعته دي بتختزن الطاقة وكل الوقت يعني، وطاقة موجبة، بتبتعد عن أكل اللحوم وبتعمل الخير دائما، ما بتتعاركش مع حد، ما بتعملش مشاكل وكده، علشان تبقى رايقة وعندها طاقة إن هي ممكن تتواصل. وسيط مش حاجة بسيطة يعني، الوسيط ده ساعات بيضحي بحياته كلها في سبيل الوساطة دي، إنه يختزن ال الطاقات دي علشان يقدر يستعملها مع الروح، او مش هيعمل سنتونية، مش هيقدر يتصل يعني. السؤال 534، لكن الوسيط، احنا زي ما نقول الميديوم يعني، يستعيد طاقته من الراحة والطعام، اليس كذلك؟ يعني الست دي بتستعيد الطاقة بتاعتها من الراحة والاكل يعني. نعم، لكنه شخص نشيط جدا، او لكنها انسانة نشيطة جدا يعني. هي لا ترتاح، خلينا نتكلم بقى في المؤنث عشان ما نلخبطش. هي لا ترتاح ولا تتغذى بما فيه الكفاية، لانها ايه، بس هي لسه شباب يعني ما هيش كبيرة، فتلاقيها ايه بتتمشى كتير، بتروح وتيجي تعمل، ما بتهماتش يعني، ما بتهداش. فبيقول ايه، مش فقط اكل وشرب ونوم يعني، هي بتتحرك كتير، بتشتغل طبعا، لان الارواحية ما بتاخدش فلوس يعني، الوساطة دي مجانا وكل شيء مجانا، ف محدش يروح المركز الروحاني عشان يسترزق يعني. ف كلنا لازم نشتغل، لازم يبقى لنا شغل بره الايه المركز الروحاني. المركز الروحاني ما بيديش مرتب لحد، واخد بالك، اللي عايز يجي يتطوع تحت امره عشان يبعد عن الليل الشعوذة والناس اللي بتستغل الناس عشان تاخد فلوس يعني. سؤال 535، وكيف نستطيع ان نساعدها؟ هي فعلا لا تهدأ. انا عمال اترجم كل المؤنث، خد بالك. هي يجب، هو بقى بيقول، هي تجب او تجب ان تقلع عن التدخين من اجل صحتها وليس من اجلي. هي هشوف الوسيطة دي بتدخن ماشي. السؤال 536، وماذا ترغب ان تخبرها؟ عاوز تقول لها حاجة؟ بس عاوز تقول لها حاجة. هي الان بخير، ارسلوا تحياتي لها، انا احبها جدا، بكلمة ايه، اي لايك، محبة اخوية يعني ماشي. حلقة سريعة. فاضل لي 3 4 اسئله ونخلص يعني. 537، هل تستطيع ان تتحدث معها؟ بتقدر تتكلم معها يعني؟ هي الان تسمعني. لقد عملت كثيرا خلال هذا الاسبوع، وكونها انها تستطيع ان تسمعني هي هديه، شكرا لمجهودها. يمكن انا بتاخر في القرايه لان كتبت كله في صيغه المذكر، لان زي ما قلت لكم ميديوم للمؤنث والمذكر يعني.
يعني ممكن لو انا بصيغة المذكر في كده، هو الان يسمعني لقد عمل كثيرا خلال هذا الاسبوع، وكونه انه يستطيع ان يسمعني هي هدية شكرا لمجهوده. فبيشكر جدا مجهود الوسيطة دي، ممتازة جدا، وان هي بتضحي بوقتها وبتضحي بالوساطة دي بدون مقابل. يعني 538، هل يسمع بالصوت ام بالتخاطر الذهني؟ هل هي تسمع بقى بالصوت، بتسمع صوتك ولا بالتخاطر؟ الاجابة بالصوت، بتسمع بالصوت، بكلمها وبتسمع صوتي، انا اتكلم في اذنها وهي تتحدث معي، اتكلم معها كثيرا لانني دائما بجوارها في ساعاتي الخالية، فدايما بيبقى جنبها في الساعات الخالية، بيكلمها في ودانها طبعا وهي بتسمع صوته. فهي نوع من الوسطاء اللي بيقول عليها ايه، اودو تيفو، اللي بيقدر يسمعه مش مجرد التخاطر، بيسمعه الكلام. خد بالك، ممكن تلاقي انت واحد في الشارع بيكلم نفسه وهو مش بيكلم نفسه، خد بالك، بيسمع ناس وبيرد عليهم، هي دي المشكلة يعني. سؤال 539، انت تصاحبها كثيرا، انت تصاحب كثيرا وسيطاتك، لماذا؟ هل هذا على سبيل الفضول ام تفتقده؟ خلينا فرصية للمذاكرة شوية، مساعدة ام حاجة للعمل ام ماذا؟ ليه انت بتصاحبها الوقت كله؟ هل على سبيل الفضول او انت بتوحشك بتفتقدها؟ عايز تعمل مساعدة للعمل؟ ايه اللي انت عايزه بالظبط؟ انا لدي مهمة عمل مهمة يجب ان اتعاون معها في اتمامه، ويجب ان ابقى من اجل ذلك بجانبها ملازما لها. المهمة بتاعته ان هو يدينا الاخبار دي عن الكولونيا اللي هو فيها ببساطة، لانه هو روح زينا في مستوانا، فبيدينا المعلومات ببساطة اللي هو شايفها، ما يعرفش معلومات اعلى منها، اللي عايز معلومات اعلى زي ما احنا بندرس مع بعض في كتاب الارواح والكتب الاخرى لألان كارديك. ماشي، السؤال 540، بما انك دائما معه وهو يستمع اليك، هل تتبادلون الحديث كثيرا؟ انتوا بتتبادلوا الحديث مع بعض كتير؟ بعض الاحيان اتكلم معها اكتر عندما تكون بمفردها او مع مجموعة صغيرة من الناس لكي تستطيع ان تعيرني الاهتمام. ماشي، فهو بيتكلم معاه في بعض الاحيان طبعا، لانه عنده شغل برضه في عالم الارواح، مش بيبقى هنا على الارض 24 ساعة يعني. فاضل سؤالين صغيرين يعني، سؤال 541 و42. 541، وعن ماذا تحدثون؟ بتتكلموا في ايه؟ اتكلم معها في كل شيء، في كل المواضيع يعني. وهل تعطيها نصائح؟ اعطيها، ولكن احيانا لا تسمعني، وخاصة في التدخين، يعني يقول لها ما تدخنيش، طبعا هي ما بتسمعوش. ده احنا قربنا نخلص الكتاب الكلاوديو، بالسؤال النهاردة 542 يروح ل 608، يعني فاضلين بتاع 60 سؤال، يمكن كمان 3-4 حلقات بالكتير ونخلص كتاب كولونيا فلوريسي اللي معانا ده. ماشي، وبعدين هحاول اختار بقى كتاب يساعد برضو، يمكن زوجتي انا اقترحت عليا ان انا اعرض كتاب مذكرات منتحر، عشان الناس اللي بتفكر في الانتحار يشوفوا المنتحر ده شاف ايه في البلاوي اللي بتحصل معاه هناك. اشكركم جزيلا، وعايز اطمنكم مرة تانية ان الامازون بخير، والا كان زمان اللي ايه كل الطيارات بتصور وبتوريكوا لايف زي ما كان بيحصل في امريكا، حرائق امريكا وحرائق اسبانيا، كان دايما تلاقي الايه الطيران بيروح هناك ويصور، والهليكوبترات بتصور وتوريكوا ايه اونلاين. لكن الحرائق بتاعتنا دي حرائق صغيرة، واخد بالك، اعداد كبيرة لكن صغيرة، لكن ما بتحرقش ما تقدرش تحرق الغابة اساسا يعني، لان الاخضر ده صعب ان هو يتحرق، تتحرق الورق الناشف، الورق اللي بيقع من الاشجار،
روث الحيوانات، الحاجات اللي بتتراكم تحت دي بتتحرق طبعا، وتلاقي الحيوانات بتستخبى، ما فيش حيوانات بتموت. برضو الصور اللي وروها للحيوانات دي صور برضو خاطئة، ما عدا في واحدة في ماتو جروسو دو سو، في واحد مزارع مجنون ابتدى يحرق جزء من مزرعته يعني علشان يزرعها تاني، فانتشرت النار وكانت حوالي 3000 هكتار يعني، واخد بالك، اللي هم بيقولوا 3 مليون متر مربع فعلا، بس دي ما هياش حاجة كبيرة يعني، دي مزرعة يعني. ففي حيوان اتجرح من النار دي، فكان الراجل بتاع الحريق ده اللي بيطفوا الحريق كان خد الحيوان وكان بيديله ميه في بقه وكده علشان ينقذوه وبعدين يطلقوه في الطبيعة تاني. فالغابات الأمازونية بخير يا جدعان، ما تخافوش. ماشي، شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. سلام سلام.